اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع. بدايتنا النهارده او بدايه اخبارنا العلميه الرياضيه بقى انه ميسي اسطوره كره القدم العالميه العظيم، يعني اللي احنا كلنا بنحبه، اللي جايب 764 هدف على مدار تاريخه، اللي احنا بنستمتع بالموهبه بتاعته المميزه اللي هي ما تتكررش كتير على يعني ما نشوفش زيه، يعني ميسي او كريستيانو رونالدو او يعني مواهب نادره، ومارادونا وبيليه مثلا. ميسي عمل تجربه انه شاط ركله جزاء على مرمى بيحرسه روبوت. الروبوت ده معمول من الورق المقوى، وقبل كده ميسي عمل التجارب دي مع اكتر من روبوت لكن وكان بيجيب جوان. المره دي ميسي فشل انه يجيب الجول، معرفش يجيب الجول، هو شاط الكوره في المقص اللي فوق ناحيه اليمين، والروبوت اللي هو عباره عن ورق مقوى صد ضربه جزاء من ميسي. فطبعا اتحول الموضوع الى افيه، كل بقى المتابعين لكره القدم في العالم بيهزروا بقى، حتى في واحد من المعلقين طلع قال ايه بقى، قال انه ده بيثبت ان كريستيانو رونالدو هو الافضل على العالم. طبعا ده افيه اهو، ادي الجول زي ما حضراتكم شايفينه، او الكوره زي ما حضراتكم شايفينها، الروبوت انتصر على ميسي. فهل ينتصر العلم على الموهبه؟ انا شخصيا مؤمن بانه الموهبه دائما هتفضل موجوده وهنفضل طول الوقت بنحبها، لكن المشهد ده اكيد هيدرس علميا. في بعض الناس فسرت المساله وقالت انه ميسي ما لعبش الكوره بجد، يعني كان عاملها بشكل استعراضي وما كانش واخدها تحدي مع الروبوت في انه يجيب الجول، لكن لو خدها تحدي كان هيقدر يخدعه. هنشوف سنرى يعني. بمناسبه بقى الروبوتات وما يحدث في العالم، حضراتكم عارفين او تتذكروا او عارفين متحف مدام توسو، المتحف الشهير اللي فيه تماثيل شمع لكل الرموز او الشخصيات التاريخيه اللي موجوده والشخصيات المؤثره في العالم كله. وهذا المتحف يعني في تمثال لميسي وفي تمثال لكريستيانو رونالدو، واكيد في تمثال لنجمنا ونجم مصر وفخر مصر كلها كابتن محمد صلاح. تعالى بقى ندخل ليفل الوحش. ليفل الوحش انه في احدى الشركات بدات تطور هذه او هتعمل تماثيل من الشمع هتبقى عباره عن انسان آلي. يعني احنا بنتكلم على جيل من الروبوتس، الجيل ده عباره زي ما ادي مشهد ده انسان آلي اللي حضراتكم شايفينه ده من الشمع، معمول بالكامل من الشمع. فبعد كده بقى لو انت عاوز محمد صلاح في البيت هيبقى عندك روبوت اسمه محمد صلاح في البيت مع التطور بتاع الانسان الآلي. الصوره اللي حضراتكم شايفينها قدام عينيكم دي فيها انسان آلي. نرجع تاني الصوره نشوفها، ده مش بني آدم حقيقي، ده إنسان آلي معمول من الشمع وبيتطور دلوقتي إلى ده الروبوتكس أو فن الروبوتكس الجديد من أو الفكرة مستوحاة من متحف مدام توسو. يعني إحنا كده بنتكلم على جيل مختلف. جامعة بيل الأمريكية، ودي دراسة بقى مهمة تهم كل البيوت، جامعة بيل الأمريكية عملت دراسة عن الحب من أول نظرة، الدراسة أو التفاهم نقدر نقول أو التقارب ما بين الناس. فالدراسة دي هم عاوزين يكتشفوا أو بيدوروا على السبب العلمي لفكرة الحب من أول نظرة. فعملوا الدراسة دي أو التفاهم ما بين الشخصين، فهل في بقى شعاع ما بين العينين زي ما بيتقال في الكتب الرومانسية؟ يعني هل في علاقة بتحصل، علاقة عاطفية من خلال اللقاء الأول أو الحب من أول نظرة أو التفاهم، أو الاتنين دول ممكن يحبوا بعض في يوم من الأيام ولا لأ؟ فالعلماء اكتشفوا إيه؟ اكتشفوا إنه بعض العيون لما بتتلاقى في نظرات بتدي إشارات عصبية بتدل على التفاهم. هنقول بقى حب، هنقول تفاهم، هي درجات، لكن ممكن عينين يتقابلوا مع بعض ما تديش الاشارات دي، عينين عادي يعني اتنين بني ادمين يقابلوا عينيهم تيجي في وش بعض فما بيديش الاشارات، لكن في بعض الحالات اللي بتدل على التفاهم الشديد وممكن يصل الى درجه الحب
العينين او حينما تلتقي العينين يعني بتدي اشارات عصبيه مختلفه. هم عملوا التجربه دي على القرود وعملوا مسح دماغ للافراد عشان يتاكدوا من المساله دي، وكده نقدر نقول انه ثبت علميا من خلال هذه الدراسه انه لما اتنين بيحبوا بعض، لما عينيهم بتتقابل مع بعض بتدي اشارات عصبيه. مش عارف بقى الاشارات العصبيه دي بقى شكل قلوب ولا ايه بالظبط، لكن دي دراسه عملتها جامعه بيل الامريكيه بتقول انه عند حدوث تفاهم بين اتنين او بين اتنين بني ادمين، لما عينيهم بتقابل بعض بتدي اشارات عصبيه بتدل على انه في حب بينهم. طبعا بعدين بقى كل المبرمجين هيحولوا ده لسوفت وير، وبعد كده اي حد هيحب حد يمشي في الشارع هيعرف ده يعني ده زوج المستقبل ولا لا، او ده صديق المستقبل ولا لا، لانه الدراسه مش عن الحب بس، الدراسه عن فكره التفاهم. طيب بمناسبه بقى لغه العيون، احنا بنتكلم على شركه اسمها انويد. الشركه دي نجحت انها تبتكر عدسه لاصقه. العدسه دي مش للنظر، هي العدسه دي بتدخل بينا للواقع المعزز وبتدخل بينا للميتافيرس. فبالتالي حضرتك يعني المستقبل زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، عدسه بتتحط في العينين، العدسه دي بتطلع لك كل بيانات التليفون بتاعك وبتعمل اتصال بتليفونك، وحتى اهو هنا العدسه بتقدر تشوف منها الواقع المعزز او الميتافيرس زي ما حضراتكم شايفين. تخيلوا بقى ان انت لابس العدسه دي وماشي في الشارع، انت مش شايف الشارع، انت شايف الحاجات دي، متخيلين؟ يعني ممكن تحولها الى ميتافيرس فتخليك شايف هذا الواقع الغريب او العالم الغريب. مش عارف يعملوا فينا ايه، يعني حاجه غريبه. يعني شايفين المشهد عامل ازاي؟ وده شكل العدسه زي ما حضراتكم شايفينه. طيب العدسه دي ممكن يكون لها استخدامات، ليها استخدامات وانت بتسوق فبتعرف سرعه عربيتك، فبيانات العربيه بتطلعش، بتطلع في عينيك، درجه الحراره، كل البيانات اللي انت عاوزها. لو عاوز تعمل اتصال كامل بالتليفون بتاعك بالعدسه دي فاتصال كامل، ليها اعتبارات خطر بعدين، طبعا ليها خطوره شديده بعدين، لانه عينيك هتتحول لكاميرا بتصور كل شيء. فتحول يعني الموضوع، انا بحاول افكر مع حضراتكم حوالين مستقبله، لكن واضح انه هو ده المستقبل، هو ده اللي جاي، وعلينا ان احنا نبص له ونذاكره كويس ونحضر له، نحضر نفسنا ليه ونحضر اولادنا ليه كمان، لانه انا خايف على الاجيال القادمه. زي ما حضراتكم شايفين ان احنا الاجيال الحاليه من اولادنا كلها قاعده قدام الموبايل وليل نهار بتتفرج عليه وبتتفاعل معاه، وحتى بيكسل يسلم عليك لما بتدخل البيت لانه هو قاعد على هذا الجهاز. يعني تخيلوا بقى ان الجهاز ده انتقل فجأة الى بقى جوه عينيه، فانت هتكلم حد تلاقي عينيه في حتة تانية شارد، هو مش شايفك اصلا، هو بيشوف هذا الواقع، هو داخل عالم الميتافيرس. تخيلوا ده اخر يعني ايه افتكاسة، مش هقول اختراع، افتكاسة. يعني نتمنى ان هي تبقى حاجة مفيدة للبشرية، وان كنت اشك. طيب تعالى بقى نروح المفيد اللي ممكن يكون مفيد للبشرية بمناسبة ايضا لغة العيون. العلماء نجحوا انهم يكتشفوا، او حضراتكم عارفين انه في بعض الناس المتوفيين في الخارج وفقا للقوانين المسموح بها في الدول دي بيتبرعوا ببعض اعضائهم. ففي بحث علمي كتير اشتغل حوالين مجال العيون، فاكتشفوا او قدروا العلماء انهم يحافظوا على خلايا داخل العين. هذه الخلايا بتتمتع بحساسيه تجاه الضوء بعد 5 ساعات من وفاه الشخص المتبرع. فده معناه ان احنا بنتكلم على تقدم جديد في تكنولوجيا العيون، ان احنا ممكن نعالج ناس مصابه بالعمى الكلي عن طريق نقل الخلايا دي او تطويرها من المتوفيين، او تحسين جوده الابصار. طبعا احنا بنتكلم لسه ده الفرد الاولاني العلمي، التطور بقى واستخدامه على ارض الواقع ده هياخد سنوات، لكن ما هو مثبت علميا الان هو زي ما قلت لحضراتكم ان هم قدروا يحتفظوا بخلايا بتتمتع بحساسيه تجاه الضوء
بعد 5 ساعات من وفاة المتبرع، هو طبعا اللي هو الموتة الطبيعية، هو يعني ما ماتش عشان يتبرع بشيء يعني. لكن احنا بنقول انه في بعض الناس في دول اخرى بيسمح بيها بهذا الكلام، انه بعض الناس بتكتب في الوصية بتاعتها ان هم لما يموتوا بيتبرعوا بأعضائهم البشرية لآخرين او للمستشفيات او للبنوك اللي بتحتفظ بهذه الاعضاء. والدراسة دي بتقول ان هم قدروا ياخدوا خلية من واحد متوفي بعد 5 ساعات من وفاته، وقدروا ان هم يحافظوا على حياة هذه الخلية، والخلية بتتمتع بحساسية تجاه الضوء. حساسية تجاه الضوء يعني عندها قدرة ان هي تشوف النور، فاللي بيشوف النور بيبقى قدرته على الابصار بتكون عالية. طيب يعني دي اخر اخبارنا العلمية اللي بتحصل في العالم كله. نروح بقى لدايما لاخبارنا المصرية او الشخصيات المصرية المنورة سواء بره مصر او داخل مصر، والنماذج الناجحة اللي طول الوقت بنقدمها في برنامج مصر تستطيع. وحكايتنا النهاردة بطلتها هاجر البلتاجي اللي صورها موجودة في شوارع الدنمارك. فتاة عادية بتنظر للكاميرا بهدوء ووداعة، صورة جميلة متعلقة في شوارع كتير في الدنمارك. أجمل ما فيها إنها وبالتدقيق في ملامح صاحبة الصورة وترجمة المكتوب تحتها طلعت بمنتهى السعادة فخر بلدنا مصرية. المعرض عمل حاجتين، يعني أول حاجة هو عملها إنه خلى الأنظار تلتفت شوية إلى شغلي، والتعددية يمكن اللي كانت موجودة في شغلي، يعني أحياناً كتير كنت بحس إن هي عيب مش ميزة إن أنا أبقى بشتغل في الأكاديمية وغير الأكاديمية، بالإضافة إنه إدالي ظهور، يعني إن الناس تعرف عني وعن شغلي أكتر وكده. الحكاية ببساطة إن صاحبة الصورة هي المهندسة المعمارية هاجر البلتاجي، بنت المنصورة الجميلة والباحثة المتخصصة في حماية التراث الثقافي، واللي شاركت في معرض أحلام عربية وهو معرض متخصص في رواية القصص بالتصوير الفوتوغرافي. الصورة اللي انتشرت في الدنمارك هي من معرض أحلام عربية، وهو من تنظيم البرنامج الشراكة الدنماركية العربية لمعاهد ثقافية ومبادرات ثقافية في الوطن العربي، وهم بيهدفوا لبناء حوار مشترك والتقارب بين الثقافات العربية والدنماركية. بيهدف إن هو يغير الصورة النمطية عن الشباب والشابات العرب، وبالإضافة إن هو يسلط الضوء على الشباب العربي أو الشابات العرب المؤثرين أو المؤثرات في مجتمعاتهم الصغيرة. هاجر ما بطلتش شغل من يوم ما تخرجت مهندسة معمارية، كملت وبقت باحثة ومعيدة في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، ونفذت مبادرة لتطوير المنصورة، واشتغلت على مشروع لتطوير النقل النهري فيها، وبعدها اشتغلت في مجال حماية التراث. كل ده وهي ما خرجتش برا مدينتها الجميلة من 5 سنين. هما بعتوا لي إيميل رسمي إنه تم اختياري، يعني أو أنا تحديداً يعني وقتها ما كنتش متخيلة الصدى للموضوع ياخده، يعني بتعامل مع الموضوع إنه حاجة يعني حاجة حلوة، يعني إنه على السياق أو نطاق صغير. يعني انضمت هاجر لربط التراث مصر اللي خرجت تحت رعاية المبادرة الدنماركية المصرية للحوار، ومنها بدأت علاقتها بالدنمارك، وكان مشروعها الأساسي في المبادرة معرض ناس وتراث، واحترفت تقديم القصص المصورة اللي ممكن تحكي عن الشرق الأوسط ما يجهله الشعب الدنماركي، نعرفهم بالجانب المضيء والخفي عندنا، ونوريهم نموذج للمصريين والعرب كلهم ممثلاً في هاجر. هم كانوا مهتمين في مرحلة الاختيار إن هم يختاروا ناس ليهم تأثير في مجتمعاتهم الصغيرة، سواء كانوا بقى باحثين، ناشطين، رواد أعمال أو ما إلى ذلك يعني. بالمناسبة هاجر هي المصرية الوحيدة بين 12 شاب وفتاة مشاركين في المعرض، واللي بيركز على القصص الإيجابية للمشاركين فيه، ومستمر لحد شهر 6، وهيلف كل ميادين وشوارع الدنمارك. شكرا يا هاجر على التمثيل المشرف. حلمي لو قدرت ان انا اساهم بمجالي ان انا اغير حياة
أي حد أو أغير مكان أو أغير حاجة ما إلى الأفضل في مجتمعي، ده هيكون بالنسبة لي مرضي جدا. ورجعنا لحضراتكم تاني، ومصر الحلوة المنورة دايما بأهلها وبنماذجها المختلفة والفريدة. اللي قاعد جنبي دلوقتي يعتبر ثروة قومية، وهو دكتور محمد فرحات، أستاذ هندسة النانو تكنولوجي بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. دكتور محمد فرحات ما شاء الله من 2011 لحد النهاردة أخذ 15 جايزة. آخر جايزة كنا بنحتفي بيها يعني أو بنحتفي بيها داخل هذه الحلقة هي جائزة الشيخ خليفة في الإمارات أو جائزة التميز كأفضل أستاذ جامعي على مستوى العالم العربي، ودي بتبقى منافسة شرسة جدا وجميلة، يعني ما بين كل الجميل والأجمل زي ما بيقولوا، لأن المنافسة بيكون أو بتكون محطوط لها معايير كتير ليها علاقة بالبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومعايير هنعرف تفاصيلها مع بعض أكتر مع الدكتور محمد. أيضا دكتور محمد فرحات واحد من الناس اللي في مجال تخصصه، حضراتكم عارفين التقييم بتاع جامعة ستانفورد اللي اختاروا 2% على مستوى العالم أو أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم في مجال تخصصهم. فإحنا عندنا دكتور محمد فرحات هو واحد من أفضل العلماء على مستوى العالم في مجال تخصصه وفقا لتصنيف ستانفورد. دكتور محمد أنا وسام بحضرتك. أنا وسام بحضرتك وبالسلام المشاهدين، وأنا سعيد جدا من المقدمة بتاعت حضرتك وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. ربنا يخلي حضرتك يا دكتور. خلينا نبدأ بقى من جائزة شيخ خليفة، ليه جائزة التميز على مستوى العالم العربي، المعايير ايه هي الحقيقة؟ يمكن جائزة خليفة مختلفة شوية عن بعض اللي هو الجوائز الأخرى، لأن كان فيها جزء تربوي مهم بتعتمد على ثلاث معايير أساسية، فيها منها الخدمة المجتمعية، التميز في عملية التدريس للعام أو لما بعد اللي هو التعليم الجامعي، بالإضافة طبعا للشغل أو البحث اللي هو العلمي. فمن ضمن الحاجات أو الابليكيشنز اللي احنا يعني جهزنا ليها فترة قبل ما نعمل إرسال للملف، يعني كان الجزء اللي هو في البداية كان خاص بالتدريس. يمكن أنا مهتم يعني كتير أو شوية بموضوع اللي هو التدريس، لأن أنا يمكن المجال بتاعي مجال علم الفوتونات، يمكن مجال مش سهل شوية. صحيح. أو غير معروف للكثيرين. علم الفوتونات أو علم الفوتونكس ده علم اللي بيدرس تفاعل الضوء مع المادة. فتخيل حضرتك يعني حاجات مش مرئية بالنسبة لك، حاجات ممكن ما تكونش مفهومة، أو أنك توصلها للطالب اللي قدامك بأساليب تقليدية ما تكونش عملية سهلة. أنت بتقول له الضوء هيحصل له كذا، هيحصل له انعكاس، هيحصل له انكسار، لازم الطالب يبقى شايف الدنيا قدامه إزاي. ففي الجزئية دي الحمد لله احنا زميلنا الدكتور وليد كمال بقى مدير التصوير الكبير بتاعنا ده هيقعد معاك بعد اكيد بعد الحلقة هيعمل معاك يعني ان شاء الله يعني حاجات كتير، لانه شغله برضه مرتبط بالضوء طبعا، بالضوء والمادة برضه. ما هو في النهاية الضوء اللي جاي ده من ورا الكاميرا على الماتيريال ده، ما هو ده ضوء ومادة برضه. بص حضرتك تخيل اي تفاعل الضوء مع المادة ده ليه ابلكيشنز احنا شغالين فيها، يمكن انا هذكرها لحضرتك بعد ما نيجي على الجانب البحثي والتطبيق. بالنسبة للجانب اللي هو التدريسي زي ما قلت لحضرتك، كان يمكن مهتم شوية بموضوع اللي هو التدريس وإزاي أقرب الفكرة للطالب. الحمد لله أنا يمكن مهتم كمان بحتة تعريب اللي هو العلوم، فإن أنا أعرب مجال زي مجال الفوتونيات ده ما كانش عملية سهلة بالنسبة لي، لكن الحمد لله أنا اشتغلت عليه خلال الثلاث سنوات اللي فاتت. الحمد لله قدرت اعرب باربع كورسات ورفعتهم. هو زمايلنا بداوا بقى يسالوا ايه الفوتونيات عشان الفوتون ايه هو الفوتون عشان تمام الفوتون ده مين. الفوتون ده هو اللبنه الاساسيه للضوء. لو رجعنا شويه بقى لاينشتاين وجائزه نوبل اللي اخذها اينشتاين، كان الناس فاكره ان الضوء بس حاجه موجه بتعدي او خاصيه موجيه فقط، لكن اكتشفوا بعد كده ظاهره بنسميها ظاهره الكهروضوئيه، ان الضوء لما بيسقط على معدن لا بيحصل شويه حاجات كده، فممكن بعض الكهرباء تنتج. اللي قدر يفسر الحكايه دي هو اينشتاين. ولما وطبعا ده خد عليها جائزه نوبل. فبدا يقول يا جماعه لا، الضوء ما هوش بس موجيه او بتنتقل فقط من مصدر الضوء، لا ده الضوء ده كمان ليه طبيعه مزدوجه، يعني ممكن ليه خصائص ضوئيه وكمان ليه خصائص جسيميه. الفوتون هو اللبنه اللي هو الاساسيه او هو الجسيم، بس ملوش كتله بس ليه طاقه.
فالطاقة دي لما بتنزل على سطح المعدن ممكن بقى يحصل ترانسفير أو نقل للإنرجي أو للطاقة للإلكترونز اللي موجودة في سطح المعدن ده، فيحصل انتقال ويحصل كهرباء. فالفوتون هو اللبنة الأساسية للحكاية دي. فعلم الفوتونات هو العلم اللي بيدرس تفاعل الضوء مع المادة. يعني لو أنا بتكلم مثلا على أبسط حاجة الخلية الشمسية، ما هو الخلية الشمسية دي الهدف منها تحويل اللي هو الضوء، ضوء الشمس الساقط لكهرباء بالظبط. يعني الأناليسز أو دراسة تفاعل الضوء مع المادة النشطة للخلية ده تحت يندرج تحت علم الفوتونيات. صحيح صحيح. لو أنا بتكلم على الداتا اللي تنتقل عبر الألياف اللي هو البصرية وتزود الباند ويتس النعيم اللي احنا فيه الوقت حاليا، كنا زمان بنشتغل بأسلاك واللي ربنا يستر منه طبعا، وربنا يستر منه بناء على المقدمة اللي حضرتك من شوية. احنا داخلين في قصة تانية خالص ده دلوقتي. يعني عارف حضرتك الإفيه بتاع اللي هو يعني بتاع نكور المعلومة ونحذفها، ده هيبقى علمي، أصبحت خلاص وصلت خلاص علمي خلاص. دلوقتي المعلومة الداتا بيز دلوقتي ممكن تتحط في خلايا ضوئيه وتتحدث من في العالم في ثواني. فده يعتبر من احد تطبيقات برضو علم الفوتونكس اللي هو في علم الكوميونيكيشن او الاتصالات. لو نتكلم على العلم الكبير برضو اللي انا يمكن هاجي اقول لحضرتك عليه، الجزء بتاع المستشعرات الضوئيه ده ليه تطبيقات، سواء مثلا في يعني احنا شغالين في احد المشاريع حاليا دلوقتي انتاج او مستشعر دقيق عشان موضوع الكانسر ديتكشن، او يعني انك تقدر تعمل ديتكت للخلايا السرطانيه في يعني وقت مبكر. او بنشتغل برضه حاليا في مستشعرات علشان تنقيه مياه، تنقيه اللي هو المياه، وانك تعمل ديتكشن او انك تعمل تشوف المياه دي ملوثه ولا غير ملوثه. فده علم الفوتونات، علم كبير يعني جدا. يعني احنا في مدينه زويل حضرتك شغال على ان احنا يكون عندنا مستشعر لاكتشاف الخلايا السرطانيه من بدري. وصلنا لحد ايه بقى؟ لان هنا الناس يهمهم دايما التطبيقات العمليه طبعا. احنا يمكن يعني احنا معانا مشروع ممول حاليا من هيئه تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار من الدوله، طبعا اكاديميه البحث اللواء العلمي، شغالين فيه حاليا على تصميم وتصنيع ان شاء الله رب العالمين مستشعر طبي، بحيث ان هو يقدر يعمل ديتكشن للكانسر ديتكشنز خلال او للكانسر سيلز خلال مراحل يمكن متقاربه شويه او مراحل اوليه شويه. ده طبعا هيبقى ليه داعي كبير جدا للشفاء من هذا المرض. شكله عباره يعني ليه شكل ولا هو ده حاجه؟ هي نانو دي حاجه يعني هقول بالعين المجرده. هقول لحضرتك هو موضوع النانو دوت يعني زي ما قلت لحضرتك، هو الفوتونكس تفاعل الضوء مع الماده. لو احنا قدرنا نصمم تفاعل الضوء مع الماده ده او نعمل ديتكشن لتفاعل الضوء مع الماده خلال جيومتري او خلال اشكال معينه او خلال الديزاين بتاعنا او التصميم بتاعنا بما يحتويه من النانوميتر سكيل، فاحنا كده بنتكلم على نانو فوتونكس. لان كلمه نانو تكنولوجي دي كلمه عامه جدا. لو احنا مثلا بنعمل دراج ديليفري او تصميم ادويه معينه خلال منطقه النانو، فده اسمه نانو ميديسن مثلا على سبيل المثال. فكلمه نانو تكنولوجي دي كلمه واسعه جدا. واسعه. احنا الشغل اللي هو بتاعنا حاليا بنحاول نقدر او بنحاول نصمم مستشعر طبي مبني على موضوع الفوتونات. بمعنى انا دلوقتي الضوء لما بيمشي داخل الماده او بيسقط على عينه مثلا من عينه اللي هو دم المريض، الضوء ده ليه خصائص ضوئيه منها ما يسمى بمعامل انكسار اللي هو الماده. المهم عمليه الانعكاسيه من العينه دي بتعتمد على الخاصيه الضوئيه اللي بقول لحضرتك عليها دي اللي هي معامل اللي هو الانكسار. لو العينه بتاعتي مريض اللي هو سليمه، يعني الدم بتاعي ما فيهوش فيروس في الدم او ما فيش كانسر سيلز على سبيل المثال، بيبقى ليه معامل انكسار معين. فانا لما بحلل السبيكتروم العاكس او الترانسميتد او اللي هو بينزل من اللي هو الخليه اللي هو بتاعتي، بيعتمد اعتماد اللي هو كلي على معامل انكسار العينه بتاعتي دي. سبحان الله. لما الكانسر سيلز او اي فيروس في الدم، نسبه الجلوكوز في الدم لما بتزيد على سبيل اللي هو المثال، وده يمكن موضوع تاني برضه، بلاقي ان معامل الانكسار بيتغير. وبالتالي لا مش بتاع الضوء، الضوء ملوش معامل انكسار، بتاع اللي هو العينه نفسها. العينه نفسها بتاع عينه الدم. عمليه الانعكاس او عمليه اللي هو الانكسار او مرور الضوء خلال العينه اللي هو بتاعتي، بتعتمد اعتماد كلي على الخصائص الضوئيه لعينه الدم بتاعتي. يعني احنا في يعني في الفرد البحثي اللي حضرتك شغال عليه، احنا لما نحب نكتشف السكر عند الانسان مش هنحلل الدم، احنا من خلال معامل الانكسار بالظبط هنقدر نعرف. احنا بناخد عينه الدم وبنحطها على السنسور بتاعنا، سواء يعني احنا شغالين على انواع معينه من انواع المستشعرات اللي هو الضوئيه حاليا، يمكن انواع متقدمه شويه، بنحلل الضوء اللي هو المنعكس او الضوء من الاستراكشر بتاعنا. طبعا الاستراكشر بتاعنا بيبقى فيه اللي هو الجزء مثلا بلازمونيات مثلا على سبيل المثال. المقصود بكلمه بلازمونيات ان انا عندي بيبقى فيه معدن
جسيمات من المعدن، وده يمكن بيتقربنا شويه من ابحاث الدكتور مصطفى السيد في الكانسر ديتكشن، اللي هي مبنيه على نفس الفكره. الذهب نفس جزيئات الذهب هي تقريبا بتعتمد على نفس اللي هو الفكره. لان الضوء لما بيسقط على جزيئات الذهب دي، جزيئات الذهب ده ميتال، فبيبقى في عندي فري الكترونز او الكترونات حره. فلما الضوء بيسقط عليها، الالكترون دوت بيمتص قدر من الطاقه وبيبدا يحصل بيكون ما يسمى بالموجه البلازمونيه، بتبقى حوالين اللي هو المعدن. عند سقوط اللي هو الضوء بباور اللي هو معينه، البلازمونيات دي او الموجه البلازمونيه دي بتبدا تحرق في الخليه المريضه فقط، غير طبعا الكانسر الحالي او الكانسر ثيرابي الحالي اللي بيدمر كل اللي بيلاقيه في جسم الانسان. احنا دلوقتي يا دوبك بس ممكن نستخدم ده في موضوع الكانسر ثيرابي او المبني عليه الدكتور مصطفى السيد. لكن بالنسبه للجزء بتاعنا اللي هو موضوع المستشعرات، لما الضوء اللي هو بيسقط اللي هو دلوقتي وفي عينه اللي هو الدم دي او المستشعر بتاعنا، بيبقى فيه جزء من الميتالز بيبدا يتكون الموجه اللي هو البلازمونيه دي، فبتمتص قدر من الطاقه. لما اجي اعمل بقى تحليل واستقبال للموجه المنعكسه من عينه اللي هو الدم بتاعتي، واشوف الانتنستي بتاعتها او شده الضوء المنعكس منها، واشوف السبيكترم كده من اطوال موجيه معينه، بلاقي ان في ضوء طول موجي معين عنده بيحصل باور ترانسفير او بتنتقل قدر كبير من الطاقه من الضوء اللي هو الساقط ده لموضوع الالكترونز ده. يعني خلينا بس نلخص اللي حضرتك قلته. ان احنا دلوقتي حضرتك اتكلمت على ان احنا عندنا، حضرتك شغال على تطبيق عملي، فكره انك تعمل مستشعر لاكتشاف مبكر للسرطان. مظبوط. اتنين، مستشعر يقدر يقيس نسبة السكر في الدم. ده اكيد مظبوط. في برضو عندنا مستشعر اخر طبعا مع المجموعة البحثية اللي احنا شغالين معاه في مدينة زويل في مركز الفوتونات والمواد الذكية. عندنا مستشعر اللي هو اخر بنعمله حاليا عشان نقيس البيوريفيكيشن بتاعت الووتر. يا ترى الووتر بتاعنا ده هل هو بيور درجة النقاء فيها. وان شاء الله خلال فترة بعد كده هنتكلم على ازاي تنقية المياه كمان بعد كده في مرحلة مستقبلية ان شاء الله. كمان طيب على الارض بقى المشروعات وصلت لحد فين يا دكتور؟ بالنسبة للمستشعر على سبيل المثال، هو كلمة مستشعر دي بيبقى فيه سيستم كامل، يعني في عندي ليزر سورس وفي عندي سبكتروفوتومتر، يعني أجهزة معينة. احنا بناخد أو الشغل بتاعنا خاص بالجزء اللي احنا بنسميه ترانسديوسر أو جزء المستشعر نفسه. احنا خلصنا تقريبا اللي هو بالنسبة لموضوع الجلوكوز في الدم، احنا خلصنا وصنعنا بتمويل من هيئة تمويل وتكنولوجيا من في أكاديمية اللي هو البحث العلمي. كان مشروع تبع ممول من هناك، وقدرنا نصنع بالتعاون مع احد المعامل في ماليزيا. احنا الحمد لله قدرنا نصنع اللي هو الجزء اللي هو بتاع الترانسديوسر ده. المفروض ان احنا بنفولو اب الحكايه دي، وان شاء الله يعني بنحاول نجيب بقى فند كامل علشان نكمل تمويل السيستم على بعض. الحاجات دي طبعا بتكلف كتير. طبعا طبعا احنا يعني احنا تقريبا مصنعين السنسور لوحده اللي هو الجزء ده بس بحوالي $7,000 في ماليزيا. لسه بقى بقيه اللي هو الاجهزه، بقيه اللي هو الاجهزه دي طبعا مبلغ وقدره يعني. طبعا هي دي النماذج الاوليه. النماذج الاوليه بعد كده ما بيبقى في ماس برودكشن او انتاج واسع طبعا العمليه بيبقى الموضوع مختلف شويه. ولو نجحنا ان احنا نعمل المستشعر ده هيبقى مصري 100%. طبعا لان هو اوريدي مصري في 100% كتصميم وموضوع. هل في سابق ليه على مستوى العالم؟ مش متصنع يعني. انا في حاجات ثيوريتيكال او معظمها كانت ثيوريتيكال او حاجات دراسات نظريه، لكن احنا الحمد لله قدرنا يعني نصمم ونصنع اللي هو الجزئيه دي طبعا مع يعني الزملاء الاعزاء في مركز الفوتونات ومدير المركز معانا دكتور صلاح عبيد. القادم ايه في علم النانو على مستوى العالم؟ يعني مش عاوز اقول في المستقبل، زي ما حضرتك شفت في المقدمه هنا في البرنامج قلنا انه، وطبعا ده جزء منه النانو تكنولوجي، يعني اللي حاصل فيه زي العدسه اللي بتتحط جوه العين دي وخلاص بتفصلك عن العالم الحقيقي، بتوديك لعالم الميتافيرس اللي الاخ عامله يعني. ايه الجديد في النانو تكنولوجي؟ هو الحقيقه دلوقتي حته اللي هو النانو تكنولوجي دي زي ما قلت لحضرتك هي داخله في كل التخصصات، في كل التخصصات بقت بتخلينا نوصل لحاجات معينه. بس اكيد معينة حضرتك في مناطق يعني في مناطق اللي هو احنا ما كناش بنقدر نوصل لها. زي يعني مثلا على سبيل المثال احنا حاليا بنشتغل على ما يسمى بالميتا ماتيريالز مثلا. هي المواد الفوقيه او مواد يعني خصائصها الضوئيه لا يمكن توفرها باستخدام المواد اللي هو العاديه. يعني كل ماده من اللي حوالينا دي، الازاز، الهواء، البوليمرز، الحاجات دي كلها بيبقى ليها معامل انكسار معين. صحيح. والخصائص اللي هو الضوئيه بتاعتها بتبقى معروفه. لكن في مواد اللي هو الميتا ماتيريال دي مثلا على سبيل المثال احنا بنعمل كومباينيشن، ويمكن ده احد حاجات شغلنا حاليا، بنعمل كومباينيشن ما بين اجزاء من الميتالز مع مواد الداي الكتريك مع سبستريت بشكل معين. وفي النانوميتر اللي هو سكيل خلطة معينة بتدينا خصائص معينة احنا ما كناش بنقدر نعملها. فعلى سبيل المثال موضوع الكلوكينج ده، موضوع الكلوكينج ده معناه موضوع اخفاء، يعني الضوء يمشي كده على جسيم
اكنه ما شافوش ما شافوش ويعدي من وراه. كنا بنعاني قبل كده ان الابزوربشن ده بيستخدم شويه اكتر في اغراض عسكريه. اغراض عسكريه بالظبط كده اللي هو الرادارات والحاجات دي كلها. اه طبعا الطياره ممكن تعدي بماتيريال خلاص انت ما حدش شافها بالظبط ما حدش شافها خالص. قلنا بنوصل مثلا في اجزاء المستشعرات اللي هو الضوئيه دي ان هي بتوصلنا الى ان احنا بنقدر نعمل ديتكشن او يعني موضوع التغير في نسبه الجلوكوز او نسبه اكتشاف موضوع اللي هو الكانسر ده باقل تغيير في معامل اللي هو انكسار بتاع باستخدام البلازمونيات اللي بقول لحضرتك عليها. البلازمونيات دي مثلا هي عباره عن نانو بارتكلز، فانت بتتكلم على 30 40 نانومتر بتعمل كوتنج مثلا او بتعمل تغطيه للديفايس بتاعك بنانومتر اللي هو سكيل، فالحاجات دي كلها ما كناش نقدر نعملها. بتدي لك معامل امتصاصيه معينه استخدمناها مؤخرا كمان في الخلايا الشمسيه، لان الخلايا الشمسيه مشكلتها العامه في الانعكاس. صحيح. انا عندي اكتف ماتيريال او ماده نشطه ليها معامل انكسار معين، الضوء بيسقط عليها بينعكس نسبه كبيره منها حوالي 30%. يعني فيرست هاند كده او في البدايه خالص في 30% من الباور الساقط على الخليه الشمسيه بيروح مني في الهواء. فالخليه التقليديه بتلاقي الكفاءه بتاعتها من 20 ل 25%. لكن الناس بدات تشتغل واحنا منهم على استخدام البلازمونيات عشان ازود كفاءه الخليه الشمسيه. كفاءه الخليه بحيث ببساطه جدا انا ممكن احط او انثر كده جزيئات الذهب دي على سطح اللي هو الخليه بتوزيع طبعا معين. فالضوء لما بيسقط عليها هيصير الالكترونز هنا فتكون الويف او الموجه حوالين جسيمات اللي هو الذهب، فخلاص مش هتنعكس فتبدا في جزء منها كتير يتراب او يخش جوه الخليه الشمسيه. ما دام دخل جوه الخليه الشمسيه وما هربش منها خلاص انا ابدا بقى اتحكم فيها بشكل معين وازود الامتصاصيه بتاعتي. دكتور محمد يا بخت الطلبه بتوعك. ربنا يحفظك شكرا جزيلا. يعني احنا انا النهارده كنت قاعد يعني كطالب من الطلاب بتوع حضرتك وقاعد يعني بستمتع بالعلم اللي حضرتك بتقدمه للناس وبشكرك جدا دكتور محمد فرحات. دكتور محمد فرحات افضل استاذ جامعي على مستوى العالم العربي، واحد من افضل 2% على في تصنيف جامعه ستانفورد على مستوى العالم، 2% من العلماء في العالم في مجال تخصصهم. ارجو انه يعني الفقره البسيطه دي معاه قدرت ان هي تنمي مداركنا وتورينا عالم اخر، بتورينا المستقبل، وده هدف برنامج مصر تستطيع دائما ان احنا نشوف مع حضراتكم اللي جاي ايه. وزي ما قلت لحضراتكم انه من ساعه ما بدات هذا البرنامج انا بربي اولادي مع حضراتكم، فاحنا كلنا بنربي اولادنا مع بعض عشان ان شاء الله يكون مستقبلهم احسن مستقبل في الدنيا. بعد الفاصل عندنا برضو فقره جدا مميزه هنشوفها مع بعض ان شاء الله. ورجعنا لحضراتكم تاني وهذا الاستوديو يتشرف بالاستاذ عبد الله منصور او ما سيكون مستقبلا دكتور عبد الله منصور، وهو طالب في كليه طب الاسنان جامعه الازهر، ابن الزقازيق، ابن الزقازيق اللي فاز بالمركز الاول على مستوى العالم في مسابقه القران الكريم. المسابقه كان بيشارك فيها 42 دوله على مستوى العالم. ابننا وابن مصر وابن الزقازيق نجح انه يفوز بالمركز الاول في حفظ وفهم معاني ومقاصد القرآن الكريم، وايضا يعني المسابقه ليها معايير كتير من ضمنها ايضا الصوت. تعالوا مع بعض نشوف فيديو مسابقه ونرجع تاني نكمل كلام. الان نستأذن معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف ليتفضل على المنصه من أجل إعلان نتيجة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم 28 وتكريمهم. نبدأ بالفرع الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن. الأول عبد الله علي محمد محمد، الدولة مصر، المركز الأول، الجائزة 180,000 جنيه زائد شهادة تقدير. ألف مبروك يا أستاذ عبد الله. الله يبارك في حضرتك. كل الزقازيق فرحانة بيك. طبعا الحمد لله. مصر كلها يعني ربنا البداية إيه؟ ورد كنت بتحفظ كل يوم ورد؟
طبعا البدايه نقدر نقول دعوه بيدعيها كل اب لابنه يعني وقت الولاده بيكون الدعوه الاولى اللهم انبته نباتا حسنا واجعله من حمله القران. امين. فكان من البدايه التوجيه منذ الصغر طبعا من والدي كان حابب ان فكره يكون اولاده حافظين القران الكريم. فالحمد لله بدات الحفظ يعني على مراحل. طبعا عندنا الحفظ بيمر بثلاث مراحل. في المرحله الاولى بدايه الحفظ طبعا بتحاول ان انت تجيب على الاقل مثلا ان انت تقرا قراءه توصل المعنى فقط. بعد كده بقى في المرحلة الثانية بتبدأ التثبيت بحيث ما يكونش عندك أخطاء لا في المتشابهات. وتبدأ تتعلم علم الأحكام. بعد كده بنوصل للمرحلة الأخيرة بقى اللي هي إيه؟ إن أنت ترتقي في القرآن، إن أنت تاخد القرآن بسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهي دي التحقيق بقى الغاية في من حفظ القرآن يعني. الله، لا فسر لي أكتر، لأن دي قمة الصوفية وقرب والتقرب لربنا يعني. طبعا فالقرآن عندنا طبعا كتاب عظيم، فيعني لا يؤخذ بسهولة هكذا يعني بمجرد قراءة، ولكن يؤخذ بالتلقي. فيعني مثلا كان في مقولة مشهورة لا يؤخذ القرآن من مصحفي، يعني لازم دايما القرآن في شيخ هو اللي بيرشدك. الشيخ ده من مواصفات عشان إن هو يبدأ يحفظ القرآن الكريم إنه بيكون عنده سند متصل عن شيخه وشيخه عن شيخه إلى الانتهاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا جبريل ثم إلى رب العزة جل وعلا. حتى يعني تحري منتهى الدقة. حتى لا يكون في القرآن الكريم أي شائبة خطأ. فلذلك طبعا نمر بالمراحل اللي سردتها لحضرتك. المرحلة الأولى حضرتك بدأتها إمتى؟ أنا المرحلة الأولى طبعا دي كانت بالتوجيه من والدي في الصغر، ممكن من سن 4 سنوات، والحمد لله ختمت القرآن اللي هي المرحلة الأولى على سن 12 سنة. الله، 12 سنة. 12 سنة، فهي احنا بنقول ختمنا، لكن دي البداية. دي البداية طبعا بقى بتبدأ بعد كده تراجع القرآن كويس، تراجع المتشابهات، تتعلم الأحكام، النطق الصحيح، المخارج والصفات، الوقف والابتداء، حتى يعني يتضح المعنى، والمعنى اللي ربنا أراده من القرآن ممكن يصل للتحريف. فلذلك في سيدنا علي بن أبي طالب كان يقول عن التجويد ومعرفة الوقوف، فمعرفة الوقوف شرط أساسي لقارئ القرآن الكريم. فلا يعقل أن يكون قارئ القرآن الكريم وهو ينقل المعاني سردا ربما يعني يأتي بمعنى. ادينا مثال يا أستاذ عبدالله على عند فكرة معرفة الوقوف، يعني إمتى نقف؟ نعم، عندنا في الوقوف في وقف انتظاري واضطراري واختباري. وبعد كده العلماء قسموا إن الوقف الاختياري فيه منه إن إحنا عندنا ممكن يقف القارئ وقف لازم في معنى يلزم الوقف. وفي مرة تانية يرجح ان انت ممكن تقف هنا، ممكن الوصل اولى. في مرة تالتة ممكن توصل وممكن الوقف اولى. وفي ان انت معنى يحرم الوقوف عليه. يعني يدي معنى تاني، يعني الجملة لو زاد فيها كلمة تدي معنى مغاير للغة العربية. فعشان كده يصل للمعنى معنى منافي لما أراده الله سبحانه وتعالى من إنزاله للآية. إلا على طريقة ولا تقربوا الصلاة. ولا تقربوا الصلاة، نعم. فويل للمصلين، صح؟ يعني نفس ال بالظبط. احنا لازم نكمل عشان المعنى بالكامل يوصل يعني. بالظبط. المرحلة الثانية، احنا المرحلة الأولى عن سن ال 12 الحمد لله حضرتك أتميت حفظ القرآن. الحفظ. المرحلة الثانية بدأت بقى من سن ال 12. من سن بقى ال 12 بقى بيبقى فيها إن أنا ببدأ أتعلم الأحكام تعليم متقن. في حاجة عندنا اسمها المتشابهات. طبعًا القرآن مليء بآيات، في منها آيات مكررة تكرار كامل. ولكن ليست هكذا يعني من باب الحشو، لا. طبعا فالقرآن كل آية نزلت لغرض معين، وحينما يؤكدها الله يعني فيكون لها قصد آخر في موضع مختلف. فعشان كده عندنا المتشابهات، بعض الصور يتكرر فيها آيات مختلفة، فبنبدأ نثبت بحيث ان انت ما تبقاش في صورة تقول آية تدخل في صورة تانية. فدي مرحلة تثبيت المتشابهات في المرحلة تانية. بعد كده ما يكون خلاص دي خدتها بقى من سن 12 سنه. من سن 12 سنه ولا دلوقتي طبعا لسه بتزود فيها. بالاضافه طبعا بعد كده لمرحله الاجازه اللي هو بتحصل فيها على السند عن النبي صلى الله عليه وسلم. دراسه الطب يعني صعبه، مش سهله طبعا. يعني هو اللي بيدرس طب لوحده بيعيط يعني. وطب الاسنان من الافرع يعني الثقيله اللي فيها تفاصيل طبعا كتير عمليه يعني. ونظريه طبعا. ازاي بتقدر يعني تتوفق في الوقت ما بين ده وده؟ والله طبعا القرآن يعني أنا بعطيه الجزء الكبير من حياتي، لكن طبعا القرآن ما وجد في شيء إلا زانه. فالقرآن يعني بيبارك الوقت، براحة للبال، بيخليك دايما تقبل على إن أنت يعني بعد ما تخلص القرآن بتلاقي عندك طموح إن أنت تستزيد من علوم أكتر.
فطبعا القرآن يعني حتى من آيات القرآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمش معقول أن أنت هتقرأ القرآن وما تطبقش. صحيح. طب خلينا نطبق بقى احنا ان شاء الله. تبدا بترتيل ولا ابتهال؟ انت حابب ماشي نبدا بترتيل بدايه مع القران مثلا. يلا يلا بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم. أستاذ عبد الله أنا ملاحظ إنك ما بتقلدش حد، أنت بتحاول يكون لك طبعا طريقة يمكن. ده أنا أعتقد إنه لجنة التحكيم يعني حاطة ده في الاعتبار يعني لأنه عادة إحنا مصر هي دولة التلاوة طبعا. وصعب إن أنت يبقى لك أسلوب يعني لوحدك متميز في وسط بقى يعني الأساطير والأساطين في دولة التلاوة المصرية. فأنا أتمنى إنه ربنا يوفقك في إنك تلاقي الطريق أو الطريق أو المسلك الخاص، عشان دي يقول ده اسلوب عبد الله. ان مصر يعني فيها خيرات كتير من الاصوات والناس المهمه في دوله التلاوه. مين يعني فكره ان انت يبقى لك اسلوب خاص في الترتيل، هل هي فكره نبع منك ولا شيوخك هم اللي قالوا لك؟ لانه صعب قوي ان انت يعني تاخد طريق لوحدك وما تتاثرش بالعتاوله بتوعنا الجامدين قوي. البدايه لازم فيها التاثر طبعا. ان انت بتسمع الاول شيخ المشايخنا طبعا الاساطير طبعا في دوله التلاوه المصريه طبعا. دوله التلاوه المصريه ثريه طبعا. والى الان حتى شباب القراء الان طبعا في قامات كبيره طبعا. يعني فبدايه من الشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي وبضيف برضو ان وزاره الاوقاف أطلقت على الدورة 28 اسم فضيلة الشيخ محمد صديق المنشاوي، يعني كنوع من الإثراء للمسابقة أن يطلقوا عليها اسم أسطورة من الأساطير طبعًا. الدولة التلاوة المصرية. وده بالنسبة لكم كمتسمين رعب أكيد طبعًا أكيد. لكن ففكرة أن أنت يكون لك مسلك خاص، لأن اللجنة ما بتقبلش بحد يعني بيقلد بالظبط، لأن يقول لك إحنا دولة التلاوة المصرية طبعًا سباقة على مر العصور طبعًا. فما ينفعش أن أنا أن أنت توقف لي مثلًا عند الشيخ كذا وليكن وتبدا تقلد فيه، فهو يقول لك لا انا ما برضاش بكده. انا لازم يعني ايه اسمعك، انت عاوز اسمع الشخص اللي جواك بحيث انت تعرف تعبر عن المعنى، هتفهم المعنى فتقدر التصوير النغمي للايه. ان انت لما يكون نابع من جواك، غير ان انت لما تكون مقيد بنغمات معينه ملزم بها من الشيخ اللي انت ايه بتقلده كده. يعني ده كان احد شروط المسابقه، ان انت يبقى لك هو مش شرط يعني هو شرط ادبي مش بالظبط ادبي مش مكتوب مش مدون، لكن هو شرط هو طبيعي. انا زي ما قلت حضرتك، انا لو قعدت في لجنه التحكيم لو اللي قدامي ما بيحاولش كل اسلوب الخاص يعني خلاص تمام، بتقلب كويس اكيد. ما احنا عندنا الاصل، هما دايما في جمله مشهوره يقول لك احنا عندنا الاصل، يعني في الاذاعه المصريه صحيح يقول لك احنا عندنا الاصل. طب انت هتيجي تضيف لنا ايه؟ هي دي الفكره. فمن هنا لازم يكون في تنوع. لكن طبعا ده مش خروج على المدرسه، لازم بتبدا بيهم الاول، ان انت من وفقا للاصول والقواعد. هم القواعد بيتبني بدون عمدان يعني أساس. هم القواعد اللي انت بتبني عليها صحيح. بنسمع ابتهال بقى. قصدتك يا إله العرش أدعو. قصدتك يا إله العرش أدعو.
ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وقفت بباب ساحتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. صلوا صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. يعني حضرتك حتى بتحاول في الابتهال برضو يكون لك اسلوبك. أو طبعا هو الابتهال خاص بفضيله الشيخ علي الزاوي، لكن يعني طبعا مش هقدر اجيب نفس التون. بتحاول بالضبط. يعني فكره المحاوله في حد ذاتها شيء مهم جدا، يبقى لك طريقه، يبقى لك اكيد طبعا. وحتى صوت الشباب بيختلف عن صوت لما يكون شيخ كبير، فبيكون طبقات. كم ساعه من وقتك بتخصصهم؟ هو القران للاتقان في مقوله شهيره عندنا في الحفظ، من حفظ الخمس لم ينس. ففي خمس أجزاء يوميا، دول يعني أي حافظ للقرآن موجودين في حياته، فبيوزعهم يوميا بعد الصلوات بقى. فبعد الصلوات، بعد الفجر مثلا، بعد الظهر، في مواصلات، في طبعا فالقرآن معك على طول، فما بينقطعش. وخير رفيق ونيس يعني طبعا طول الوقت يعني طبعا. علميا بقى، وحضرتك يعني طالب في كلية طب أسنان وكل حاجة قايمة على البحث العلمي وغيره، التجربة بتاعتك بمراحلها الثلاثة في حفظ القرآن اديتك ايه؟ يعني طبعا هو يعني انا بحمد ربنا طبعا على نعمة القرآن حتى يعني في الجامعة، يعني ربنا اكرمني يعني يعني بشأن كبير بسبب القرآن. حتى في الجامعة بقيت معروف يعني بسبب القرآن، فده يعني القرآن يعني رفعة وعلو منزلة، ويعني اكرام ما بعده اكرام. ده انت يعني ده اهالي القريه عندك كمان بالظبط. طبعا البلد يعني ده فرحه كبيره، ودي يعني بوجه لهم كل التحيه طبعا. قريه الاسديه، مركز ابو حماد، أهم محافظه الشرقيه طبعا، عبروا عن فرحتهم بطريقه اجماع، يعني ما فيش بعد كده لما يعني انا كنت في قمه السعاده. ده اهالي القريه عاملين يعني ده مؤتمر حتى كبير. في تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي ليا طبعا، كان يعني حاجه يعني شعور ما يتوصفش، وفرحه كانهم هم اللي بيتكرموا. فانا بوجه لهم كل الشكر، وده الدعم الاساسي ان واللي يخليني اكمل يعني في طريق القران، دعم اهل القريه، فلهم كل الشكر. طبعا فرحه اهالي القريه بحضرتك، المشهد اللي احنا شايفينه ده بالدنيا كلها يعني طبعا أهالي طبعا الله طبعا. فيعني انا يعني هو ده اللي صنع يعني كتير، كسب في مسابقات دوليه، وطبعا يعني بننوه ان مصر مش حصلت بس في المسابقه العالميه المقيمه في مصر، ده في مسابقه كتارة حصلت على المركز الاول، وفي جائزه دبي الدوليه برضه حصلت على المركز الاول هذا العام، يعني في خلال الشهور الحاليه. فطبعا يعني الحمد لله رب العالمين، يعني القران نعمه، ومصر دايما سباقه مع القران الكريم. طب كلمني بقى عن قريتك الجميله وقريه الاسديه، وشوش يعني الناس حلوه قوي. اكيد طبعا، يعني انا حتى المنظر ده يعني ضحكت اول لما شفت يعني ضحكت خلاص. فهم يعني برروا لي كده ان احنا عاوزين الاطفال يعني قرية الزهيرة عندنا في الأسدية، قالوا إن إحنا عاملين كده عاوزين الأطفال دول يعني تبقى زي قدوة ليهم، وإن أنت دافع ليهم إن هم لما يشوفوك ويشوفوا تكريم الرئيس ليك، أو يشوفوا حتى في إن أنت صحيح. كسبت مسابقة عالمية زي كده، فإن هم حتى يعني عندنا في القرية بقوا بيتمنوا حاجة زي كده. فيا رب نشوف عندنا نماذج كتير في القرية إن شاء الله يبقى زي كده، ونشوف تكريم الرئيس ليهم اكيد يا رب. وزي احنا دايما يعني ايه في برنامج مصر تستطيع طبعًا. دايما عندنا جمله بنقولها كده للساده المشاهدين، انه احنا بنربي اولادنا كلنا مع بعض بالظبط. فانا دلوقتي بنربي اولادي، حضرتك تنصحني بايه عشان يتموا حفظ القران؟ يعملوا ايه حفظ القران؟ طبعا في هيبقى فيه شقين، لان الطفل مش بيبقى مستوعب يعني فكره هو بيحفظ القران ليه.
بالعكس هيبقى شايفها اسلوب ضغط او يعني لازم افهمه قبل فبالظبط بيبقى في دافع من البيت دافع. وحتى يعني كان والدي بيعمل حاجه جميله معايا ان انا كل ما احفظ صوره اخد مكافاه كل ما احفظ صوره اخد مكافاه. كان ايه المكافاه؟ مثلا جنيه حاجه زي كده 5 جنيه فكوره. فانا كنت طفل فمش فاهم فانا بحفظ عشان في دافع من البيت ودعم. وفي ان انت لا طبعا لازم شيخ هو اللي بيحفظه وهو اللي بيمشيه على طريقه معينه بحيث يقدر مثلا على في عمر معين يقدر يحفظ القران. يعني انا ختمت في 12 سنه لكن في ناس بتختم في 7 سنوات في نماذج موجوده بتختم في 7 سنوات فيعني ما شاء الله يعني يعني واحد الدافع ولازم افهم الطفل انت ليه بتحفظ القران بالظبط. 2 وجود شيخ متقن للمساله متقن في حياته على قد حضرتك نوهت على كده متقن لان في كتير في مشايخ كتير ما بيكونش على القدر فانت بتبقى الاسره بتبقى عامله اللي عليها وجابت الشيخ فالشيخ ممكن يضيعه صحيح. فلما يكون الشيخ برضه على قدر من الاتقان وحتى يعني لو في السي في بتاعه ان هو مثلا نعرف ازاي انه على قدر على قدر بيبقى يعني مثلا في مسابقات قبل كده في الحفظ طبعا بيبقى ليه سيره حسنه وبيبقى مشهور ليه بكده وانا اللي كان من برضه حاجه نسيت اقولها ان انا من الحاجات اللي ساعدتني على تثبيت القران الكريم في عندنا في القريه حاجه بيعملوها اسمها الدوره الصيفيه بتبقى للأطفال في كتاب عندكم في القريه؟ في طبعا في كتاب طبعا بالاضافه للدوره الصيفيه دي استغلال فتره ال3 شهور بتوع الاجازه واحنا بالمناسبه احنا طبعا لسه بنبدا الاجازه فلو تتفاعل مع الاطفال ان هو بيبدا يوميا من الساعه 6 صباحا 12 ظهرا الفتره دي هو قاعد بيقرا قران بيحفظ قران بس بيبقى في مكان مخصص هو دايما الاصل في التربيه هو الكتاب طبعا هو الكتاب واعتقد ان في مشروع لعوده الكتاب مستوى وزاره الاوقاف على فكره لها كل الشكر والدكتور محمد مختار جمعه عاملين كده فعلا والله الاصل في التربيه دايما الكتاب احنا طبعا. اهالينا ابهاتنا هو القران هيسر اللغه عشان عند ولده في الكتاب عند الطفل هيسر اللغه عنده هيفتح العقل ويخليه يعني لما يعرف قيمه الشيء اللي هو بيحمله ان ربنا اصطفاه من عباده لحفظ القرآن أو لحمل القرآن فده شيء عظيم هيخليه حتى يستشعر بقيمة نفسه ويصنع يعني الطفل هيتربى إن هو ليه قدر من الصغر وحفظ القرآن بالنسبة للطفل الصغير في الأصل تربية طبعا تربية على الأخلاق علميا وأخلاقيا من والتزام للمرأة مظبوط يعني إنه وصل من خلال القرآن لمرحلة مراقبة ربنا لا خلاص ده هيبقى مثال ناجح بعد كده حتى في حياته كلها في عمل في شغل مش هيبقى يستنى مثلا كاميرا بتشوفه او خلاص استشعر مراقبه ربنا ليه من خلال المفاهيم اللي وصلته من القران الكريم فده خلاص بقى ما تخافش عليه خالص. استاذ عبد الله منصور احنا تشرفنا بوجود حضرتك تشرفنا بحضرتك استاذ احمد ربنا يكرمك في الاستوديو وخير ختام في دقيقه بقى نسمع القران ترتيل من حضرتك. احنا رتلنا ممكن نجود بقى. نجود بس في دقيقة هنلحق. طيب خلاص. للأسف احنا عندنا يعني وقت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا يا استاذ عبد الله وان شاء الله الدكتور عبد الله في المستقبل بالتوفيق ليك ان شاء الله. الله يكرمك. نشكر حضراتكم جدا ونلتقي ان شاء الله غدا في حلقه جديده من برنامج مصر تستطيع في 7 مساء على شاشه دي ام تي.